طيب هنروح ليه لكرة السلة رجال. كرة السلة معلش كنت بكتب النتيجة لأن المباراة لسه خلصانة حالا. الفريق الأول لكرة السلة رجال بقيادة الكابتن أشرف توفيق فاز على أصحاب الجياد منذ لحظات بنتيجة 88-48. الماتش اتلعب في مركز سموحة بمدينة الإسكندرية. وبكده الفريق ده في دور الثمانية في كأس مصر طلعنا خلاص قبل النهائي. غالبا هنقابل الزمالك. فرقتنا مستنية الموعد النهائي من اتحاد السلة عشان نعرف هنلعب مع سبورتنج امتى في دور الثمانية في بلاي أوفس بقى. او البلاي اوف اللي هي الادوار الاقصائيه هنلعب سبورتنج. فمستنيين تحديد المواعيد. هل هي المواعيد اللي قالوها قبل كده ولا المواعيد اللي هتتمخض عن الاجتماع اللي بعد بكره؟ احنا دلوقتي مش عارفين هل المواعيد اللي قبل كده هي النهائيه ولا ممكن بعد بكره يتمخض الاجتماع عن مواعيد جديده وشكل جديد لمسابقه السوبر. بس اللي احنا نقدر نقوله الف مبروك النهارده الفوز على اصحاب الجياد والتاهل لنصف نهائي كاس مصر. ان شاء الله غالبا هنقابل نادي الزمالك.